أم من البرتغال؟ كريستيانو رونالدو. من كريستيانو رونالدو الذي لم يفعل شيئا اليوم. لا لا، لم يسجل فقط، فعل الكثير في المباراة لكنه لم ماذا يسجل. فعل أمن؟ فعل الكثير، ممكن كانت هناك الكثير من الفرص، كان أعطى تمريرة بالعقب، تمريرة رائعة لفيتينيا، كان على إثرها في وضعية وجه لوجه مع حارس المرمى لكنه ضيع. كان ضيع أيضا فرصة، هذه الصورة محمد تؤكد أنه رغم تقدمه في السن إلا أنه يبقى النجم الأوحد تمر في السنوات أوروبا. نفس اللقطات تتكرر، تنعاد علينا. أكيد. يعني دائما المصورين يتركون كل شيء، يتركون اللاعبين، المدربين، الجماهير، ويركزون فقط على الأسطورة كريستيانو رونالدو. حتى هو دار لهم غوستون كما يقولوا بالعامية، توجه نحو المصور حتى يعطيهم لابوز كما نقولوا احنا في الصحافه. لانه تعلم انه الصحفي او المصور عفوا دائما يحاول يتحدثوا مع اللاعبين على ارضيه الميدان، دومونديو منهم دي بوز ملاح. كاين لاعبين اللي يعطيه لك بوز، يدير لك غوستوك في المباريات كلمه، يكون مركز على المباراه ما يهضرش معك كامل. بالنظر الى سنه، كنت امزح معك فقط منذ قليل، بالنظر الى سنه رونالدو قدم مردودا محترما. اكيد اليوم. يشكر عليه. شوف اليوم المشكلة لم تكن في رونالدو بقدر ما كانت في الطريقة التي انتهجها المنتخب البرتغالي من أجل إيصال الكرة إلى الثلث الأخير. كانت طريقة البناء جيدة في المنتخب البرتغالي، ولكن طريقة تعامل اللاعبين وخصوصا لاعبي الوسط في الثلث الأخير من الملعب لم تكن جيدة حسب رأيي، ولم تكن في المستوى. لذلك لم تصل كثير من الكرات لكريستيانو رونالدو. ثانيا، أنت تلعب بلاعب في سن تقريبا 40 سنة، 39 سنة إلى 40 سنة، لاعب يمتاز بالكرات الهوائية، لا يريد أن يبذل الكثير من المجهودات. لماذا تحاول أن تعطيه كرات بينية يبذل فيها جهدا كبيرا وسرعة قصوى حتى يصل إلى الكرة، في حين أنك تستطيع أن تلعب على التوزيعات، عندك لياو من جهة وبرناردو سيلفا. كان الأجدر أنهم يعتمدوا على العرضيات، هذا الشيء كان غائب تماما. كانوا يحاولوا بكل الطرق أنهم يدخلوا المنطقة العمليات بالاعتماد على الكرات القصيرة. هذا الأمر لم ينجح، اعتمد على التوزيعات العالية، لأنه كريستيانو رونالدو نقطة قوته في الارتقاء. على كل حال اليوم هناك الكثير من التعليقات وهناك الكثير من الملاحظات على أداء المنتخب البرتغالي، ولكن الأهم أنهم خرجوا بنقطة أو بثلاث نقاط وفوز أمام تشيك في مباراة كانت صعبة جدا رغم السيطرة البرتغالية على مجمل المباراة. بوزي، ما الذي منع واحدة من أفخم التشكيلات في هذا اليورو من الفوز بسهولة اليوم على جمهورية تشيك؟ يعني لما تشاهد بطاقة المباراة، أكبر لاعب سنا في تاريخ اليورو بيبي موجود في الدفاع رفقة مندس ودياش، ثلاثي دفاعي قوي وصلب جدا. في وسط الميدان عندك فرنانديز، عندك كانسيلو لاعب برشلونة، عندك فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، عندك دالوت لاعب مانشستر يونايتد. في الهجوم رونالدو، لياو، سيلفا، يعني ودكة الاحتياط أيضا مليئة بالنجوم. يعني منتخب فخم جدا كان يمكنه أن يحسم المباراة في شوطها الأول. صح، وش تقول؟ صح، خاطر احنا كي نشوفوا التشكيلة تاع البرتغال نقولوا باللي تتفوق على منتخب تشيك، ولكن في كرة القدم ما تقدرش تعرف وش راح يجري في 90 دقيقة. ولكن اليوم على الورق كنا نستناو فوز كما يقول كبير وبارتياح كبير مع باش على تشيك، ولكن تضيع الفرص كثيرة في الشوط الأول والثاني خلات تشيك يلعب بالمرتدات وين يسجل لك على لقطة ما كانوش يستنوها البرتغاليين. ولكن الإصرار تاع البرتغاليين وكما يقول لك الثقة اللي عند الله بينادو، عرفوا كيفاش يعدلوا النتيجة ويحسموا اللقاء لصالحهم. ولكن بطولة اليورو هذه كاين مفاجآت وين مزية للبرتغال، عرف كيفاش يعاود يولي في النتيجة، خاصة كان مقابلة كي يسجلوا لك تشيك ويلعبوا لك بكتلة كاع يلعبوا الوراء، صعب باش تقدر تعدل النتيجة. اليوم كنا قادرين نشوفوا انهزام تاع البرتغال. رغم استحواذها على الكرة 74% مقابل 26%، 619 تمريرة للمنتخب البرتغالي مقابل 166 تمريرة فقط لمنتخب جمهورية تشيك. يعني كل الإحصائيات تصب في مصلحة البرتغال، 13 ركنية مقابل 0 ركنية، التسديدات على المرمى 19 مقابل 5.
كل الإحصائيات في مصلحة البرتغال، ولكن النتيجة كادت أن تنقلب على البرتغال. بالضبط، ونزيد نشكرك على الإحصائيات ونزيد نضيف لك إحصائية أخرى. حتى نسبة التمريرات صحيحة، النسبة لمنتخب تشيك أقل من 70%، يعني أبرز تمريراتهم كانت خطأ. نظن أن الشيء اللي ممكن لفت انتباهي في هذا اللقاء هي العودة القوية لمنتخب البرتغال بعد تلقيهم هدف، لأن لما تلقى هدف مباغت بتلك الطريقة أمام منتخب تشيكي كان يلعب كله للدفاع، نظن منتخب آخر ممكن كان يدخل في مرحلة شك، ولكن مباشرة بعدها هدف تعادل أكيد بالنيران الصديقة ضد مرماه. ولكن رغم ذلك بقى فريق البرتغالي كأول لقاء ممكن أخي محمد ما نقدرش نحكم على الفريق البرتغالي. كل منتخبات تقريبا كبيرة رانا اليوم في نهاية الجولة دخلوا بين قوسين ريتم يعني منخفض، نتكلم على إنجلترا هدف مقابل صفر، نتكلم على عدة منتخبات إيطالية أمام ألبانيا. نظن بداية من غد إن شاء الله الجولة الثانية ممكن إن شاء الله نحكم على البرتغال وعدة منتخبات، لأن اليوم الأهم بالنسبة للبرتغال كان الفوز. لما نشوف اللقاء المقبل أمام تركيا، لو اليوم ما فازش البرتغال كان يدخل في الحسابات. نعم، حدثت ربما بعض الأشياء الغريبة، لا أدري إن كنت تتفق معي فوزي أم لا. في بعض الأحيان كريستيانو رونالدو كان جاهزا لاستلام الكرة، ولكن زملاؤه لم يمرروا له الكرة. شاهدنا رونالدو في لقطتين أو ثلاثة يحتج على بعض زملائه لأنه كان في وضعية مريحة ولكن الكرة لم تكن تصله. في رأيك ما السبب؟ هل هناك نقص ثقة في كريستيانو رونالدو؟ ربما بعض اللاعبين لا يريدون لكريستيانو رونالدو أن يتألق؟ ما يعني هذا؟ الشيء اللي كان ندخله في هذا الإشكال ونشكه في بعض اللاعبين باش ما يمدوش الكرة رونالدو، هذا الشيء خطير المنتخب كما البرتغال. ولكن كي تشوف لعاب يقدر يدير تمريرة سهلة كما يقول لك تمريرة على الأرجل كما قال لامين، عنده الحق. رونالدو ولا 39 و 40 سنة، تعطيله كرة تاع 40 متر ولا 30 باش يروح يجري ويزيد يدير هذاك الجهد البدني باش يروح يحكم الكرة ويزيد يسدد ولا يدير مراوغة، راك تصعب له رونالدو. اليوم نعرفه باللي الكل رونالدو راهو متقدم في السن، ولكن بدنيا راهو جاهز، بصح اعطيله في المناسبه كما يقول لك في الوضعيات المناسبه. في احدى المرات احتج بشده على برناردو سيلفا، كان في وضعيه مريحه ولم تصله الكره. برناردو سيلفا من احسن اللاعبين، ولكن يحكم الكره ما يحبش. لماذا لم تصل الكرة لرونالدو في أحيان كثيرة؟ خطر اللاعبين ما يحبوش يمدوا الكرة. هناك تفسير فوزي يبقى مجرد افتراض. أنا حسب رأيي هناك لاعبون داخل تشكيلة المنتخب البرتغالي، وهذا المشكل تقريبا صار له عامين أو ثلاث سنوات، يعني منذ أن تقدم كريستيانو رونالدو في السن وأصبح يلعب في الدوري السعودي مثلا. هناك بعض اللاعبين داخل المنتخب البرتغالي لا يوافقون خيار المدرب بوضع كريستيانو رونالدو أساسيا على حساب لاعبين آخرين أكثر شبابا وأكثر جاهزية بدنية، مثلا غونشالو راموس مهاجم نادي باريس سان جيرمان الذي تألق وسجل الكثير من الأهداف. لذلك ربما عدم ثقة اللاعب هؤلاء اللاعبين في خيارات المدرب ترجمت داخل أرضية الميدان، سواء بوعي أو بغير وعي من طرف هؤلاء. حين يستلمون الكرة يبحثون عن خيارات أخرى دون كريستيانو رونالدو. رونالدو في السعودية يلعب كل مقابلات. فوزي في كأس العالم الماضية حدثت بعض المشاكل بين رونالدو وبعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية، وربما أدت بالمدرب إلى إجلاس رونالدو في كرسي الاحتياط بعد ضغط كبير من بعض اللاعبين و من بعض الجماهير ايضا. هل هناك قضيه في المنتخب البرتغالي اسمها رونالدو؟ اللاعبين اللي نذكرهم جوتا ولا غونزالو راموس ما راهمش يلعبوا اساسيين في الفرق تاعهم. رانا نشوفوا البطوله في البي اس جي، في البطوله ماشي صعيبه سهله. غونزالو راموس لويس أريكي ما يلعبوش اساسي، يلعب مقابله ولا اثنين في العام. جوتا يلعب في ليفربول من احسن المهاجمين، انا نحب جوتا، ولكن رونالدو راهو كما يقول لك ان سيمبول تاع هذا المنتخب، لازم نحترمه خيارات تاع المدرب ولا الطاقم الفني كي يلعب رونالدو. رونالدو ما تقدرش اليوم تستغنى عنه ولا ما حبيش تلعبه، ما تقدرش تدخل رونالدو خمس دقائق ولا عشر دقائق. نعطيك مثال محمد، نعطيك لاعبين بالاسم، لاعبان معروفا انهم علاقتهما بكريستيانو رونالدو ليست على ما يرام. كانسيلو اولهم كان في العديد من المرات تحدث بسوء عن كريستيانو رونالدو، ليس صراحة ولكن ضمنيا يعني يسيء إلى كريستيانو رونالدو بالتلميح.
رغم أنه زميله والآخر فرنانداز والآخر برونو فرنانداز الذي كان عنده اشتباك مع كريستيانو رونالدو في وقت سابق. لذلك حتى لما تنقل رونالدو لمانشستر يونايتد لم تكن علاقته لأنه لماذا على وفاق لماذا؟ لأنه برونو فرنانداز قبل مجيء رونالدو كان هو النجم الأوحد في مانشستر يونايتد. نعم. بعدما أتى كريستيانو رونالدو بطبيعة الحال كريستيانو رونالدو أينما حل وارتحل هو النجم الأول شئت أم أبيت. لذلك هذا ربما حز في نفس برونو فرنانداز، ساءت العلاقة حتى داخل غرف تغيير ملابس المنتخب البرتغالي كانت العلاقة سيئة بين اللاعبين. كانسيلو أيضا في مرة من المرات مزحه كريستيانو رونالدو في التدريبات فكان رده قاسيا أمام الكاميرات وما زال مسجل الفيديو. كانسيلو كان رد بطريقة سيئة جدا لم يحترم كريستيانو رونالدو رغم أنه في الفيديو واضح أنه كريستيانو رونالدو كان يمازحه فقط. نعم. لذلك هناك قضية اسمها كريستيانو رونالدو وهناك لاعبون بكل تأكيد لا يوافقون على خيار المدرب بإقحام كريستيانو رونالدو أساسيا وربما لا يوافقون أصلا على استدعائه إلى المنتخب البرتغالي للمشاركة في اليورو وهو يلعب في الدوري السعودي. حتى المشاهد البسيط عمر اليوم يكتشف بأن بعض اللاعبين ما نقولش لم يمرروا الكرة لكريستيانو رونالدو عمدا ولكن لم يوصلوها له رغم أنه كان في ظروف مريحة تسمح له باستقبال الكرة. لا ونزيد ندعم كلامك لم يستغلوا حتى اليوم رونالدو نتكلموا مثلا بالأرقام. نعم. حتى لعب تقريبا 95 دقيقة ولعب أساسية ثلاثة لقاء يعني جرى تقريبا 9.3 كيلومتر يعني أرقام مهمة بالنسبة للاعب في سنه 39 سنة وحتى في السرعة لافيتاس تاعو لحق وين تروى كيلومتر على اللور يعني هنا نشوفوا بلي اللاعب لازم ينشط أغلبية وقت وقت المباراة داخل الصندوق بالضبط. هذه أرقام تبين بلي كريستيانو رونالدو رغم السن مازال في أعلى مستويات ممكن طريقة لعب البرتغال لازم تتماشى مع كريستيانو رونالدو. ولاحظنا كنا تكلمنا في الكواليس فوزي كنت لفت انتباهك الأمر قلت لك أنه كريستيانو رونالدو كيشف بلي الكرات لا تصله وأصبح يخرج كثيرا من منطقة كثير. العمليات بضع. حتى يلمس كرات من أجل أخذ الثقة وهذا أمر سيء. أمر ثاني أنت برناردو سيلفا وبقية اللاعبين كلهم يعلمون قلت لك أنه كريستيانو رونالدو في هذا السن نقطة قوته هي التمركز الجيد داخل منطقة العمليات بفضل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها ثانيا القدرة الكبيرة على الارتقاء رغم ذلك كانوا دائما يحاولون الدخول بالاعتماد على التمريرات القصيرة ولم يقدموا الكثير من التوزيعات العالية ناحية منطقة العمليات. هنا تطرح الكثير من التساؤلات هل هي أوامر المدرب أم أن هناك أمر آخر داخل تشكيلة البرتغالية؟ كل متفق البرتغال كشعب نعم. كل وراء رونالدو أكيد أسطورة وأحسن لاعب في تاريخ المنتخب البرتغالي. نعم رونالدو كانت له صورة في نهاية المباراة وهو يفرح تلك الفرحة الهستيرية بهذا الانتصار في العادة نقولها بكل صراحة. صورة أخرى استفز فيها حارس المنتخب التشيكي الذي أراد أيضا أن يحرم لاعبي المنتخب البرتغالي من الاحتفال بالكرة بعد الهدف الثاني.